أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين سابقا الأستاذ فتح البس. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. أسائل والسؤال بلا إعادة، وقد يأتي الجواب بلا إجادة، وإني رغم أني لست أني أساوم بالسياسة والسيادة، سأسأل كل من عاشوا نزوحا، ترى هل أدرك الباغي مراده؟ سأسأل والسؤال اليوم مر، وأنكأ جرحنا أبغي الإفادة، وأسأل موطني ما بال قومي تشرذم جمعهم فقدوا الإرادة، وأسأل نخلنا يا نخل ماذا وقوفك شامخا وبلا قيادة. رسمت بدفتري وطنا غريقا بوسط البحر قد فقد النجادة، رسمت بدفتري وجها بريئا تبدت من ملامحه العبادة، كتبت بدفتري رأيا سديدا فضاع الرأي في لجج البلادة، حرقت قصائدي حذرت قومي وراهنت الجميع على السعادة، تنفس بعضهم للغرب فكرا وفكر الغرب أنساه اجتهادا، وصار لرأيهم عبدا ذليلا يدافع عن هواه بلا هوادة، وخير أن نموت بحد سيف وعز الشعب أن ينسى حدادة. أتذكر يوم ساد العدل فينا نخاطب غيمة سيري وفادة، وصرنا الآن يحكمنا رعاع دعاة العهر صاروا الآن قادة، شعوب الأرض هبت من سبات وبعض القوم مأسور الوسادة، تجمعت الوحوش على بلادي كصيد كلهم ينوي اصطيادة، تسيدت العبيد على عراقي وضاع المجد مذ عقروا جيادة، وصرنا مثل من يبغي دفاعا كمندحر الوغى طعنوا جواده، وصرنا مثل من يبغي دفاعا فينهزم الدفاع بمن أراده، أشاعوا في الوراء بغداد حبلى سيعرف خيرها عند الولادة، تمخض شهرها من بعد طلق وراح الغر يرتقب الزيادة، فلا بغداد داهمها مخاض ولا الدينار قد نال استزادة، ولا الدولار أغنانا بشيء كشارب ملحه أضمى فؤاده، دماء الشعب للتاريخ حبر وثار الشعب مذ سرقوا مداده، وطوبى للشعوب إذا استفاقت سترجع عزها تحمي عماده، وشعبي لن ينام على هوان يقيم الحق يعطيه امتداده، عراقيون نحن أبات ضيم بمعترك الصراع لنا الإشادة، وتعرفنا الشدائد أهل صدق لنا النصر المبين أو الشهادة، وإن نساءنا نالت شموخا لها الإقدام في نيل الريادة، تجمع شعبنا أطياف نور
وقد شدوا على جرح ضماده، وقد صرنا لهذا الكون درسا يدرس كلما طلبوا الإعادة. بعد هذه الجولة في رحاب القصيدة أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي. أنا دكتور محمود المساد، خبير تربوي أردني. هذا كتابي باسم الاحترام، قيمة أساسية ضرورية ولازمة لفعالية التطوير التربوي. هذا الكتاب أخذ من الوقت والجهد ما يزيد على 5 سنوات. هذا الإحساس بضرورة هذا الكتاب للمجتمع العربي وللمكتبة الثقافية العربية ولنظم التعليم العربية وتنشئة الأجيال كان السبب هو الإحساس بنقص الجانب القيمي، وأحيانا أقول بأنه هذا الجيل أو الأجيال الصاعدة يعني قليلة الدسم. الجانب القيمي لم يعطى الحجم المقبول أو المطلوب من الاهتمام أو الرعاية. وعندما نتحدث عن هذا الجانب القيمي الذي عالجته بشكل يعني مفصل وواضح في الكتاب، على أساس أن هذه القيمة اللي هي الاحترام هي تقود منظومة من القيم، نستطيع أن نقول بأنه هي الحلقة المفقودة التي حالت دون وصول الأنظمة العربية التربوية والتعليمية إلى الكفاءة المطلوبة أو إلى الجودة المطلوبة. وطبعاً عندما نتحدث عن الاحترام نتحدث عن أنها حالة ذهنية انفعالية نشأت وكبرت في نفس الفرد أو نفس الأفراد بالتراكم التدريجي ابتداء من الأسرة واستمراراً بالمدرسة. هذه الحالة الانفعالية تحولت إلى الأطر الفكرية لهؤلاء الطلبة أو المتعلمين أو الأفراد، بحيث أصبحت توجه سلوكهم وأصبحت تدير هذا السلوك في مواقف متعددة لا يخرج عنها هذا الفرد. هذه الحالة ممارستها تشعر الفرد بالزهو والافتخار نتيجة ممارسته لهذا السلوك. ولذلك نقول بأن الاحترام ثنائي المصدر، بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يقول بأنه هو محترم عن نفسه وذاته نتيجة ما يعرف عن حاله وعن نفسه، وأيضا المصدر الثاني هو الآخرين، عندما يصلهم هذا الاحترام ويبادلوه هذا الاحترام. وذلك نقول بأن الاحترام من الإنسان لنفسه وذاته ومن الآخرين له. بنفس الوقت أنت كيف تحترم الآخرين من أجل أن يعني تأخذ منهم بالمبادلة هذا الاحترام. الاحترام ليس مرتبط بمال وليس مرتبط بجاه ولا بمنصب ولا بموقع ولا بموقف، وإنما الإنسان بطبعه وسلوكه قولاً وفعلاً يستطيع أن يصل إلى الآخرين ويستطيع أن يقنع نفسه بأنه محترم لكي يقنع الآخرين بهذا الاحترام فيبادلوا هذا الاحترام. لكن هل كل ما نراه في الناس بهذه الصورة بهذا السلوك؟ فهذا بالتأكيد لا. فممكن أن يكون الإنسان المحترم ثقة، يثق بنفسه، ولكنه لم يستطع أن يستقطب ثقة الآخرين فلم يكن موثوقا من خلالهم. وهذا طبعا يعني يترجم بأنه نوع من الغرور أو نوع من إعطاء النفس قدر أكبر مما هي عليه،
السبب أنه لم تصل إلى الآخرين، والعكس أيضا عندما يكون موثوقا من الآخرين وهو أيضا لا يثق بنفسه ويمثل على الآخرين، نستطيع أن نقول بأنه إنسان فنان استطاع أن يخدع الآخرين، وفي وقت من الأوقات لم يستطع أو لن يستطيع إلا وأن ينكشف لهم. يعني الشيء أخير أستطيع أن أقوله بأنه هذا الكتاب كتاب ربط بين الاحترام والمسؤولية والمساءلة، بين الاحترام والقيادة، بين الاحترام وأيضا الجانب التربوي والجانب القيمي التي كيف نصل ونرسخ ونشرب الجيل والأطفال هذه القيمة. كتاب أتمنى أن يكون مفيد للمكتبة العربية. شكرا. والآن أدعوكم إلى متابعة هذا التقرير الثقافي. أقامت جمعية ألوان بالتعاون مع كليتي ومدارس روضة المعارف الأهلية في العاصمة الأردنية عمان معرض مساحات لونية، وذلك في 11 من تشرين الأول الحالي. هذا المعرض الفني معرض من المعارض التي تقيمها الهيئات والجمعيات، وتحديدا جمعية ألوان. نؤكد على أنه هذا الفعل الفني هو من المميزات التي تميز أفعال الجمعيات التخصصية في الفنون التشكيلية. هذا نشاط فني قاموا في قسم البرامج الأجنبية عندنا بالمدرسة بهدف عرض لوحات فنية لمجموعة من الفنانين المرموقين. بحقيقة هذا البرنامج أو هذا اللقاء كثير بيساعد الطلبة عندنا بالمدرسة على التعرف على الألوان، التعرف على اللوحات، الالتقاء بفنانين كبار مهمين سواء في البلد أو بخارج البلد. ويهدف المعرض إضافة إلى أنه شكل من أشكال المقاومة إلى ترسيخ الفنون الجميلة في أذهان الأجيال القادمة، وتأكيد الوقوف مع أهلنا في فلسطين المحتلة. شرفتونا بمعرضنا اللي عماله بيحتوي على كل المدارس الفنية سواء كانت المدرسة الرمزية أو الرمزة التجريدية. تمام، احنا هنا استضفنا كل المدارس، لكن ميزة اللوحات الموجودة هنا أن فلسطين حاضرة فيها، وكأننا نريد أن نقول أن فلسطين حاضرة في كل زمان ومكان. يقول محمود درويش: يسبقني غد ماض وأنا حارس الصدى. الفن هو الصدى، هو الانعكاس للحقائق قبل أن تتشظى. هذا المكان وهذا المعرض وهذا الجمع الطيب هو محاولة لإظهار الصورة الحقيقية للأمور قبل أن تتشظى. دائما احنا نحب انه يطلع كل الموجودين العرب على أعمالنا، هو تبادل حضارات، تبادل أفكار، انتقال أفكار من أحد للثاني، إضافة إلى التعارف اللي يكون بيناتنا، هو هذا أهم شيء. ونحن دائما نكون نحب عندما نقدم شيء نقدمه احنا سمناه بسعادة، فنحب ان ننقل جزء من هاي السعادة للمقابل. طبعا المعرض هدفه انه نجتمع الفنانين بمناسبة الأوضاع اللي بتصير في غزة. مشاركة انا طبعا بثلاث لوحات، منهم في ختيار حامل الأقصى على ظهره، وتحتيها صبارة. طبعا الصبارة عانيت فيها بالصبر والمعاناة، الدم اللي نازل منه، الشهداء اللي بتساقطوا كل يوم. في حين يرفع المقاومون سلاحهم بوجه الأعداء، يركز الفنانون في معرض مساحات لونية على رفع أقلامهم وألوانهم كنوع من المقاومة بالفن، ويبرزون من خلال لوحاتهم أشكال النضال الفلسطيني. يمثل الفن سلاحاً آخر يشهره أصحابه بوجه العدو، ويعبرون من خلاله عن تضامنهم مع شعبنا الفلسطيني وثباته الأسطوري بوجه المحتل الغاشم. لبرنامج فضاءات، مريم الجميلي، عمان. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين سابقا الأستاذ فتح البس، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك أستاذ فتحي، ضيفا كريما على فضاءات وعلى رافدين.
شكرا، اهلا وسهلا بكم، وانا سعيد بان اكون في فضاءات في هذا البرنامج الذي طلعت على احدى حلقاته حتى لا يعني لا ابالغ. بالتوفيق، كل الاحترام لكم وللمشاهدين الكرام. نحن سعداء بوجودك بيننا أستاذ فتحي، حياك الله. استوقفتني عبارة تقول: قهرتني الأيام لكنها لم تهزمني بعد. كيف نفسر هذه العبارة أمام مسيرة حافلة بالجهد النضالي والعمل الثقافي والعطاء الأدبي؟ كان آخر قطاف العطاء الأدبي كتاب انثيال الذاكرة، هذا ما حصل. كيف نفسر هذه؟ وهذه آخر جملة في الكتاب. نعم. قهرتني الأيام لكنها لم تهزمني بعد، لأنه ما تعرضت له أنا وأبناء جيلي الكثير الكثير، اضطهاد سياسي، اضطهاد فكري، إيمان بحركة تحرير عربية ووطنية، إيمان بانتفاضة العالم ضد الإمبريالية الأمريكية وأتباعها وإلى آخره، وكان العالم في حالة نهوض، وكنا مع هذا النهوض نتوهج في مواجهتنا للمحتل الإسرائيلي لبلادنا. نعم. بالتالي ما تعرضنا له من قهر الأيام، سواء على إيدين أهلنا العرب أو استمرار العداء غير يعني غير قبل التصور، باعتبار أنت أردني من أصول فلسطينية. نعم. مررت ب نعم نعم مرارة ما مر به فلسطيني. نحن نعتبر أنه الأردن وفلسطين ساحتين متداخلتين. نعم. فكما أقول لك قهرتنا الأيام، لكن بعد أنا السؤال أنه طيب إحنا بعد هذه الأمور وصلنا إلى هذه الحالة، نعم، هل نقبل بالهزيمة من داخلنا؟ لا. ولكلمة بعد أنه لازلت أنا وجيلي، نعم، صامدين، لم نهزم، لكن الله أعلم إذا قهرونا أكثر لا ندري ماذا يخبئ المستقبل. لا ندري ماذا يخبئ المستقبل، لكنها فيها أيضا الأمل، الأمل والإصرار. الشعب الفلسطيني شعب جبار، لم تستطع الآلة العسكرية الدولية، ليس فقط الصهيونية، يعني آلة يعني القوى الدولية كلها شاركت في دعم هذا الكيان، الكيان اللقيط والبغيض، لكن الشعب الفلسطيني شعب جبار، وإن شاء الله يعني أملنا النصر لهذا الشعب وللأمة. الشعب الفلسطيني جبار لأنه يشعر بعمقه العربي، عمقه العربي، نعم، كان هو الحافز له أيضا لأن يصمد، ولأنه بيعتبر حاله أنه هو في مقدمة الدفاع عن الأمة العربية. نعم. والشعوب العربية كانت دائما مع الشعب الفلسطيني. نعم. بغض النظر عن تقلبات الأنظمة ومواقفها، معروف. قلنا آخر قطاف من العطاء الأدبي هو انثيال الذاكرة، هذا ما حصل. هذا العنوان حقيقة عندما قرأته شعرت يعني أنه ينطوي على إيحاءات تشي بخطورة ما تدخره ذاكرة فتح البس. أول شيء هو ليس إنتاجي الوحيد. نعم. بعده صدر لي كتاب في الفلسفة والثقافة والسياسة. نعم. أنا أحاول أن أفهم مغزى سؤالك. ذاكرتي في فصل بالكتاب أنا كاتب ذاكرة الجدران. نعم. لا أعرف إذا تذكرها. كنت أقول للجدران: ما أروعك، لأنه أستطيع أن أبوح لك بكل شيء، لكن لا أستطيع أن أبوح بكل شيء، لا في كتاب ولا في مقال ولا لحدا آخر. بالتالي طبعا أنا كتبت يعني ما عشته بالضبط، مع حذف الكثير الكثير من الأشياء، لأنه لو تورطت لدخلت فيما يسمى أزمة الكاتب. أزمة الكاتب عندما يترك نفسه يعني ليكتب ويكتب ويكتب، سيجد نفسه ضائعا ولا يستطيع أن يلملم الموضوع، فبتصير عنده أزمة لا يعرف كيف يخرج منها. لذلك أنا
بكتابتي كنت دقيق جدا، لا أتشعب وأحذف كل ما لا يتساوق مع خطتي. نعم. في الكتابة والنشر. فإن كنت هذا ما تقصده جميل، إذا لا عدلني. لا لا هذا هو يعني حضرتك قبل أن ندخل السوديو قلت حديثنا ثقافي أم سياسي، وقلت لك أنه لا يمكن أن يعني كل مشاهد الحياة عندما نتحدث عنها نجد أنفسنا أو نجد كلها بالنتيجة مرتبطة بهذا المشهد، المشهد السياسي. المشهد السياسي الآن هو خيمة لكل مشاهد الحياة بمساوئه وإيجابياته. هيك إذا انتبهت كتابي الثاني. نعم. في الفلسفة والثقافة والسياسة. لا يمكن. لا يمكن. لا يوجد خطوط فاصلة. نعم. من أي نوع. نعم. بين الفلسفة والثقافة والسياسة. عفواً. بالضبط. لذلك نحن قلت لحضرتك إنه نحن نستثمر الثقافة. نعم. لخدمة قضايا أمتنا. صحيح. لحتى نخدم قضايا أمتنا يجب أن نمر على المشهد، مشهد سياسي. صحيح. يعني لفت انتباهي في كتابك انثيار الذاكرة وأنت تتحدث مع أحد رفاقك في النضال، يعني بدايات حضرتك كنت من الشباب الناشط والثائر وعمل ضمن الفصائل الفلسطينية في حركة فتح، قال لك على ما أذكره أبو جورج أظن قال لك فتح الأصلية. أنا حقيقة وقفت أمام هذه العبارة، لماذا قال أصلية؟ هل هناك تقليد لفتح؟ لا طبعا. أبو جورج أولا تواصل معي بعد كل هذه السنوات لأنه قرأ إحدى مقالاتي. نعم. أنا كنت أكتب بالحياة الجديدة وهي جريدة فلسطينية وأحط الإيميل تبعي، فبعت لي رسالة فقال لي فيها هل أنت كذا وكذا ابن فتح الأصلية؟ نعم. إذا كنت أنت فأنا سعيد بالتواصل فيك وأعرف عن نفسه. أنت تريد أن تسأل عن مسألة خطيرة. نعم. الآن هناك من يقول أن فتح عندما انطلقت، نعم، كانت جبهة وطنية شاملة تهدف إلى التحرير. نعم. وهي من طرحت حرب التحرير الشعبية الفلسطينية وتجاوزت كل الناس اللي كانوا ينتظروا. نعم. ظروفا أحسن وأطلقت الكفاح المسلح وغنت وكتبت وقاتلت للثورة والكفاح المسلح التي في بدايتها حملت عنوان أو اسم حركة تحرير فلسطين. نعم. أو حركة فلسطين. التحرير الوطني الفلسطيني. نعم. فتح. فعندما طبعا تغيرت الأحوال والظروف وإلى آخره، وهذا مش موضوعنا، وقبلت بالحلول السياسية وإلى آخره، فهناك من اعتبر أن فتح لم تعد فتح. وبالتالي يعني واضح أنه فهو لذلك شايف أنه هناك تحفظات. كانت تحفظات. هذا أبو جورج وهو يعني من المناضلين ورئيس اتحاد العمال وإلى آخره، تزاملنا في فترة بيروت وكنا نعتبر أن هذه هي الفترة الذهبية. نعم. لذلك هو يعتبر أنه يعني كل ممكن كل الناس. نعم. اللي انتموا للثورة قد تغيروا. شفت كيف؟ قد تغيروا بمعنى آمنوا بأنه لا جدوى من المقاومة. فأنا لا يعني لا جدوى من الكفاح المسلح. الكفاح المسلح. لا جدوى من الكفاح، من الكفاح المسلح، وهو يعرفه جيدا، فأراد أن يعني يستفزني ربما بهذه. نعم. الجملة. جميل. هناك عبارة أيضا لفت انتباهي في الكتاب، الماضي المبعثر قطعة من مستقبلنا. ماذا ينطوي وراء هذه العبارة؟ هذا يعني جملة فيها بعد فلسفي. نعم. الماضي المبعثر قطعة من مستقبلنا. نحن في هذه اللحظة محصلة كل ثانية من عمرنا، وبالتالي الماضي المبعثر. نعم. وإذا قرأت الجملة بل في داعي أني أقولها كاملة، هكذا قالت لي حبيبتي الأولى في بيروت. نعم. عند الوداع. نعم. لأنه كانت. نعم. تريد. هي جملة عميقة. نعم. هي جملة عميقة أنه يعني
كل ما مر معنا في الماضي نعم. يحضر لمستقبلنا وكأنها كانت تنبهني عبارة عميقة يعني. نعم أقول لك لا بعد فلسفي كأنها كانت تنبهني إلى مخاطر المستقبل نعم. إذا تجاوزت على الماضي لذلك أنا حريص جدا على هذا المبدأ وعلى هذه الرؤية. الماضي المبعثر قطعة من مستقبلنا جملة عميقة. لا ندم على أي دقيقة مضت من عمري وعمر جميل زملائي. ما قصة الشاي المر والفلقة في مخيم أقبل جبر؟ يعني في ذلك الزمن في عام 1966 يعني كانت الشعب الأردني نعم. بضفتي غاضب جدا من ما يجري شايف في الضفة، وكانت أحداث يعني كانت اعتداءات الإسرائيليين على القرى والآخري نعم. وكان في حركة سياسية قوية تعارض النظام نعم. فإحنا كنا أولاد صغار يعني نعم. في ذلك الزمن بالـ66 كان عمري 15 سنة، وإحنا أولاد مخيم أشقياء أشقياء بحبنا للحياة مش إنه زعران أو كذا والآخري. فكانوا يجونا شباب عاملين بالسياسة نعم. من أهم الأحزاب اللي كانت آنذاك حزب البعث العربي نعم. الاشتراكي، وكان قوي جدا، ويعني القوميين العرب والآخر. فكانوا نعم. يجونا يستأجرونا بسكليت نعم. دراجة، ونفرح كثيرا، ويعطونا أوراق نعم. نوزعها لا نعرف شو هي نعم. فكنا نوزعها في كل أنحاء المخيم. ففي مرة من المرات البسكليت والدراجة الهوائية هدية الهوائية ولا استعارة؟ هدية أم استعارة؟ لا 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 استئجار بقرش ساعة نعم. هم يستأجروه وإحنا يعني على حسابهم على حسابهم نعم. إحنا عملية إغراء يعني أي إحنا نفرح بركب الدراجة نعم. شفت كيف؟ وما نأخذ فلوس ولا شيء، يعطونا الأوراق ونبلش نوزعها، فيهم ألقوا القبض علينا فرحنا. شفت كيف؟ فبدأ يعني ضابط المخفر نعم يحقق أنه بتوزعوا مناشير والآخرين. الصهيوني؟ لا 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 الأردن كانت نعم كانت يعني خاضعة. الضفة الغربية كان تحت السلطة الأردنية نعم. تحت السلطة الأردنية و نعم. ما يعني فبس كل ما هنالك أنه نالوا يا أخي أي منشورات هاي أعطيني قرش أو استأجر لي بسكليت وجيب لي كل الأوراق اللي عندك ووزع لك إياها يعني نعم. فهذه القصة قرر يعاقبنا نعم. فشاف إن إحنا أولاد نعم. فأمر بشاي مر وشربنا الشاي المر كأنه هيك مرة واحدة. فقال يعني قلنا له في كمان مرة يعني أعطينا كمان شاي يعني فغضب نزلنا للفلقة هاي اللي بتحدي في تحدي طبعا بعد الشاي فلقة نعم. بعد الشاي فلقة هذه قصص من القصص الإنسانية البسيطة نعم. يعني الطريق إلى بيروت نعم. في الطريق إلى بيروت يعني هناك رحلة حقيقة يعني فتحت آفاق جديدة من مخيم البقعة إلى بيروت، وهناك يعني بدأت مرحلة أو محطة عمل جديدة، مرحلة كفاءة، مرحلة دراسة. ودي أن نطلع على مسيرة أو طريق انتقال إلى بيروت. طريق الانتقال إلى بيروت كان كما كتبت نعم. بالصدفة يعني احنا في المخيم انتقلت أولا في السنة الدراسية هي الأول ثانوي أنا ذاك نعم. من عدة مخيمات مخيم الكرك إلى مخيم غرنم إلى مخيم غرنمرين إلى مخيم البقعة، ووصف أنا نعم. الأحوال كيف كانت، لكني كنت مصر على الدراسة وأن أحافظ على المركز الأول في الدراسة. فالمهم انتهت السنة الدراسية وكما وصفتها بالكتاب بدقة، وكنت أعمل عاملا في مدينة الحسين للشباب اللي كانت قيد الإنشاء في عمان فبالصدفة سمعت صراخ مدير مدرستي بقول لي أين وينك بندور عليك وإلى آخره. قصة طويلة نعم. يعني بتأخذ الحلقة كلها بعدين المهم بالآخر
علمت أنه كان في هناك منحة مخصصة للأوائل في هذه المرحلة الصفية، وأنهم قدموا اسمي كالأول في المدرسة. فقال لي وهينا ما قدرنا نتصل فيك، راحت عليك. فسألته ليش راحت علي؟ قال لي لأنه الامتحان بعد ساعتين. فطلبت منه قلم وعشرة قروش وعنوان الهاي. معذرة سافت، سنكون بعد الفاصل. معذرة. تفضل. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين السابق الأستاذ فتحي البسعود. الأستاذ فتحي، وصلنا إلى القلم والعشرة قروش أو عشرين قرش. نعم، لأنه حتى أستطيع أني أركب، مش الباص، السيارة صغيرة حتى. المهم قصة طويلة. قال لي هل ستذهب إلى الامتحان بهذا الشكل؟ أنا لابس لبس العمال، الجزمة ما بعرف بيعرفوها الناس، هاي المطرية اللي ولبس العمال، وبإيدي كيس فيه راسين بصل وراسين بندورة ورشة ملح ورغيف خبز اللي هو طعامي في ذلك اليوم. باختصار قبلت التحدي ورحت على الامتحان. لما شافوني داخل القاعة استغربوا مين هذا الأحمق اللي جايب لي كيس وأبصر شو والجزمة وإلى آخره. فكان جوابي واحد لمن منعني، قلت له هذه هويتي، إذا اسمي مقيد بتقول لي تفضل، إذا اسمي مش موجود بتقول لي مع السلامة. فذهب الرجل وجد اسمي، دخلت الامتحان، والحمد لله في يوم من الأيام كنت راجع من العمل سمعت اسمي بالراديو، والتفاصيل موجودة بالكتاب وهي تفاصيل ممتعة الحقيقة. لأنه عندما ذهبت إلى سائق الباص وقلت له سمعت اسمي بالراديو، نظر إلي وقال لي مثلك عندما يذاع اسمه بالراديو يعني مطلوب القبض عليه. شايفة؟ وبالتالي احنا على بعد يعني شوي من لازم اسلمك المغفر. من المغفر راح اوقف واسلمك المغفر. فلكن قلت له انا سمعت اسمي. بالاخر قال لي يا اخي بيقولوا بالنشرة انه رجع الصحف المحلية. فرجعت الصحف المحلية ووجدت الاعلان الذي غير حياتي كلها، انه انا وثلاثة تم استدعانا الى مكتب وكالة الغوث اللي مشرفة على المنحة، وحصلنا على المنحة، وكانت نقلة في حياتي. لم أخطط لها، ولكن أنا دائما أؤمن أنه أنت تحصل على فرص، إما أن تكون على قدرها وتستغلها وتنجح، أو تحصل على فرص ولا تكن على قدرها فتفشل. هذه المنحة للدراسة الجامعية أم؟ نعم، كانت المنحة للدراسة الثانوية في الانترناشنال كوليج في بيروت. نعم، وهي يعني من أفضل مدارس الشرق الأوسط. إذن دراسة ثانوية وليس الجامعية. لا، ولكن على أساس أنه تكمل في الجامعة الأمريكية بيروت، لأنه هاي الكلية للانترناشنال كوليج كانت كأنها جزء تحضيري للجامعة الأمريكية في بيروت. فوفقنا، وفقت له وانتقلت إلى بيروت. وكانت قصص طريفة جدا يعني مكتوبة بال يعني أخذت خط طبعا النشأ يعني ناشط سياسي، وأيضا كنت تكتب في تلك المرحلة. ودي أيضا يعني سلط الضوء على جانب من انه انا في البدايات عندما وصلت الى بيروت عام 1968 كان عمري 16 سنه ونص، في الصف الاول ثانوي اللي بيسموه اللبنانيين البريفي. الدراسه باللغه الانجليزيه، واحنا دراستنا الانجليزيه على قدنا كانت 1 2 3 4 put your pencil on the floor good morning وgood morning وهذا
وجدت أنه الدراسة كلها باللغة الإنجليزية ما عدا دروس العربي، فكان هذا تحدي كبير بالنسبة لي. لم زملائي كما كتبت تنازلوا عن المنحة وعادوا. شفت كيف؟ لأنه قالوا نستطيع أن نتحمل هذه الظروف إلى آخره. طبعا في ذلك الزمن بعد أن استقريت في الكلية وإلى آخره التحقت بالتنظيم الطلابي لحركة فتح، وكان هذا وحي جميل من حركة فتح أن تعنى بالطلاب لتأسيسهم من المرحلة الثانوية، وبالتالي كان هناك تنظيم قوي نسميه التنظيم الثانويات، فالتحقت به. نعم. وخلال يعني فترة وجيزة كنت من لجنته الأساسية، وبدأت المسيرة، مسيرة انضمامي إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، عن إيمان وقناعة أنه علينا كفلسطينيين أن نكون في طليعة المواجهة ضد العدو الصهيوني. جميل. معروف يعني مراحل الكفاح الفلسطيني في الساحة الفلسطينية وفي الساحة الأردنية والساحة اللبنانية، كانت طبعا الساحة اللبنانية ساخنة، والحرب الأهلية حضرتك مررت بها، وبعدين خرجت من بيروت إلى القاهرة، وبعدها إلى دمشق، وجئت إلى عمان. بد الآن ندخل في العمل الذي طلبت، العمل الثقافي والأدبي. نعم. حضرتك اشتغلت على تأسيس دار الشروق، دار الشروق للنشر والتوزيع. نعم. نعم. يعني معروف أنت كملت صيدلة، لكن ظل الهدف يعني الهواية والرغبة تتجه باتجاه الأدب والكتابة والكتاب، قريب من الكتاب. حضرتك أسست، اشتغلت على تأسيس دار الشروق للتوزيع، نشر التوزيع في فلسطين والأردن. يعني كيف كانت الانطلاقة الأولى؟ ما المعاناة التي مررت بها لإنتاج أو إنجاز هذا الحلم؟ يعني في تفاصيل لا أعرف إذا من الضروري الآن في هذا بعد هذا العمر. نعم. الحكي. وأنا عندما عدت إلى الأردن يعني لم ترحب بي. نعم. خلينا نقول السلطة الرسمية. نعم. في تلك الفترة يعني. في تلك الفترة، لأنه كان في شد ورخي في العلاقة الأردنية. نعم. الفلسطينية، وبالتالي مثلي مثل الجيل. نعم. عدد كبير من الناس منعنا من السفر، منعنا من العمل كذا إلى آخره. المهم، وأنا صيدلاني. نعم. تخرجت من الجامعة صيدلي، ولكن شغفي الثقافة والفكر والفلسفة، وبالتالي بقيت يعني هذا ما يشغلني. نعم. إلى أن تحقق من خلال لقائي بصديقي العزيز ماهر الكيالي، لأنه قصة طويلة، تزوج. نعم. من زميلتي. نعم. في الكلية. الصدف خدمتني بالمناسبة كثير جدا، فذهبت لأبارك لها وهي. نعم. زميلة عزيزة، فطرحت في تلك الليلة لماذا لا تبدأ العمل بالكتب، ومن هنا انطلقنا وأسسنا دار الشروق. وقصة التأسيس وما حصل معي مع مالك العمارة وتدبير المال والآخر قصة. نعم. أيضا يعني أشفق على المشاهد أن أرويها، لأنها فيها سخرية عجيبة جدا. كيف خدمتني الأقدار لأني أحسنت استغلال الفرصة. نعم. التي أتيحت لي. جميل. وهذا جيد الحمد لله. فأسسنا جيد. دار الشروق لنشر التوزيع. يعني نجاحات كثيرة أعقبت هذا التأسيس. نعم. إلى أن يعني ترأست اتحاد الناشرين الأردنيين، ونائب رئيس اتحاد الناشرين العرب لسنوات طويلة. وأنا من خلال وجودي في المشهد الثقافي حتى الآن تأثيرك واضح في الاتحاد، رغم أنه أنت الآن لست رئيس اتحاد، لكن دائما يشار لك بالبنان ويعني يعودون إليك. بدي أن أتحدث عن دور النشر رساد. نعم. يعني هناك شكوى من دور النشر من المؤلفين أن هناك جشع في استحصال يعني المال مقابل إصدار المؤلف. هناك
عدم دقة، هناك أخطاء تمر، هناك كثير كثير من المعاناة. يعني بدي أن أسأل، يعني الاتحاد هل له سلطة رقابية على دور النشر أم لا؟ أول شيء تأسس اتحاد الناشرين الأردنيين يعني متأخراً عام 1993 يعني، وبال95 ساهمنا بإنشاء الاتحاد الناشرين العرب. الاتحادات لها سلطة معنوية على دور النشر، بمعنى أنه تقول لهم هذا صح هذا خطأ هذا يجوز هذا لا يجوز، ولكن في مسائل العلاقة بين الناشر والمؤلف هي علاقة فردية تخضع لعقود شيء. وأثناء رئاسي للاتحاد السنوات طويلة وفي اتحاد الناشرين العرب كان يأتي مؤلفون يشكون من دور النشر ويسألوني كيف نحمي أنفسنا، كان جوابي واحد ولازال هو الصحيح، مثل الماضي المبعث القطعة من مستقبلنا، العقود نوقعها لنتذكر ما اتفقنا عليه، ولكن لا يحميك إلا أخلاق من تتعامل معه، فأحسن اختيار من تتعامل معه. شوف كيف يعني، هذه نصيحة للمؤلف، للمؤلف يحسن اختيار دار النشر. نعم. شفت كيف ويقرأ ويوقع عقد، العقد اللي بنوقعه احنا. انا بفهم كل العقود اللي في الدنيا، هي في كل القطاعات. هناك من يتجاوز على هذه العقود. فقط الاخلاق هي التي تحمي، وهي التي تعود الى العقود لتنفيذها. فيما يتعلق بالشكوى، اقول لك انه طبعا النشر في العالم العربي عموما يتعرض لأزمات حادة جدا بتغير وتبدل الظروف. أقول لك يا سيدي في مرحلة من المراحل، احنا انا واقول والحمد لله جنيت مالا، صحيح اني انفقته بدار شروق فلسطين وراح، ولكني جنينا مالا. كانت العراق تدعم وتشتري، الجزائر، اليمن، تونس، دول كثيرة جدا كانت تدعم الكتاب. وبالتالي كانت والقارئ العربي أيضا كان يشتري كتاب. منذ أن غزا الأمريكان العراق وأحوال الأمة تبدلت، واضح. وبدأ انهيار سوق الكتاب العربي بانهيار المشاريع الفكرية الكبرى. الفكر القومي تعرض لضربة قاسية جدا كما تعلم، الفكر الماركسي أو المادي تعرض لضربة، حتى الإسلام الوسطي تعرض لضربة، فأصبح القارئ في حالة توهان فكري، والقراءة تزدهر بوجود قوى وأفكار تتصارع، يعني تتناقش، تتبادل الأفكار، تتبادل الرؤية. هذه الحالة انتهت، والدول العربية التي كانت تدعم الكتاب وصناعة الكتاب وإلى آخره. أنا نسيت أقول لك مثلا ليبيا كانت من أفضل الأسواق، السودان كان من أفضل الأسواق، كلها. فبالتالي لا، جميل. الناشر في أزمة. أنت سألتني عن أنه المؤلفين يطلب منهم أحيانا أن يسهموا في إبداع الكتاب. أي مؤلف مؤلفه قابل للتسويق ويحقق ربح لا يجد معاناة. جميل. قبل أيام أقيم معرض عمان الدولي للكتاب، ولا شك أن مثل هذه التظاهرات تشكل ساحة التقاء للثقافة والمثقفين، ولكن لفت انتباهي الحضور الضعيف للجمهور، لا سيما في حفلات التوقيع والأمسيات التي أقيمت على هامش المعرض. يعني هل رصدتم هذه الحالة؟ بعض الندوات كانت تكون القاعة مليئة، وبعض القدع يعني الندوات كان الجمهور متواضع. المسألة لها علاقة بالموضوع ولها علاقة بالمحاضرين وأشخاص المحاضرين. وبالعموم البرنامج الثقافي برنامج متنوع. في كان يعني اللي حضروا زملائي، في ندوات مهمة
تجذب، وفي ندوات زي كل المعارض العربية يعني لا تجذب المواطنين. جميل. حضرتك يعني بعد سنوات طويلة من التهجير والمنفى والاغتراب عدت إلى فلسطين عام 96. نعم. يعني يعني مستفيدا من اتفاقية أوسلو. أوسلو. كيف تداخلت صور الماضي المؤلم مع الحاضر الموجع؟ يعني شيء، وفي الكتاب توضيح لمواقف السياسية. فأنا من الذين حاربوا التوجه السياسي منذ أن طرحت منظمة التحرير البرنامج المرحلي. نعم. وفي الكتاب تفاصيل كثيرة. أنت نفيت من فلسطين أو هجرت من فلسطين من بعد نكسة حزيران؟ نعم، وأهلي هجروا من 1948. نعم. لما أنه العدو الإسرائيلي احتلوا قريتنا الفلوجي اللي كان محاصر فيها الجيش المصري الأخري 67. بس يعني ما بعرف كيف بدي أفسر لك. إحنا جيل آمنا بأن فلسطين لا تسترد إلا بالسلاح، وأكبرنا جملة عبد الناصر: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. إلا بالقوة، ولكن أيضا بالسياسة في متغيرات بالواقع وإلى آخره. فإحنا أنا عرضت البرنامج المرحلي والتوجهات أنا وزملائي طبعا وإلى آخره، قصة طويلة. لكن مع ذلك قبل مشروع روجرز. مشروع روجرز يدخل في باب كما أنا بتعرف أنا كاتب يعني كيف استقبلنا. نعم. موافقة الرئيس عبد الناصر على مشروع روجرز، ولكن ونزلنا مظاهرات ضده في المخيمات، ولكن عندما توفي المخيمات الفلسطينية اكتست بالرايات السوداء حدادا عليه، لأنه كان قائد يعني قائد أمه وقائد القديم، بالإضافة إلى ذلك أنه كان له دور كبير جدا في وقف الأحداث اللي كانت تجري في الأردن بين الأردن والفدائيين. المهم أنا عدت عن غير قناعة. نعم. بأن هذا تحرير فلسطين، وكتبت في الكتاب. تقصد معاهدة أوسلو. معاهدة أوسلو. نعم. وأنا من الناس اللي عرضوها وتبنيت موقف إدوارد سعيد ويوسف صايغ وكل الناس اللي انتقدوا، لأنها انتقادات محقة. نعم. ويعني عدت بطلب من كثير من الأصدقاء ولي علاقاتي الحمد لله الجيدة مع وعدت يا سيدي لأفتتح دار الشروق في رام الله مع التزامي الدائم بحق الشعب الفلسطيني بالعودة. وكتبت لان قلبي عندما شاهدت على الحدود العلم الفلسطيني والشرطة الفلسطيني والتلفزيون الفلسطيني وإلى آخره، وأن تذكر حضرتك بالمقارنة قلت لان قلبي عندما تذكرت صلاح الدين وتوقيعه على صلح الرملة. وصلح الرملة أعطى للصليبيين ما أعطته أوسلو. كان أيضا صلح الرملة اتفاقا مؤقتا، ولكنه أعطى الساحل كله. نعم. الساحل كله للصليبيين وأخذ الداخل، يعني قصة طويلة. لكن صلاح الدين كان ظهره مؤمنا من نعم. أساسا هو اضطر. نعم. أن يوقع صلح الرملة لأنه قادة جيشه للأسف الآن الفلسطينيون بالضبط، بس قادة جيشه أيضا فرضوا. نعم. عليه. نعم. هذا القتال. فإحنا معلش هلأ الآن بعد المراجعة. نعم. الطويلة بقول أنه لأوسلو يعني فوائد جمة. إحنا انتهى الوقت سيد فتحي، شكرا لك. رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين السابق الأستاذ فتحي البس على هذا الحوار الممتع والمؤلم أيضا. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.